العباقرة قادرون باختلاف الموسم الثالث ومباراة مهمة في المجموعة الرابعة. هي بس مش مهمة، هي مباراة صعبة ومتكافئة. وأسئلة الفقرة الأولى اتجاوبت بالكامل، والنتيجة دندرة 60 أبو سمبل 60. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة، فقرة المعرفة، أربع أسئلة، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا، وقدرات ذهنية. أسئلتنا الأربعة هيعتمدوا على السرعة، فأدينا على البازر. معلومات عامة، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية تم الكشف عن أقدم مخطوطة للقرآن الكريم عام 2015؟ محمد عادل. إيطاليا. إيطاليا، إجابة خاطئة. مخطوطة من ورقتين بيرجع تاريخهم للقرن السابع الميلادي. الباحثون قدروا يأرخوا المخطوطة دي بدقة، وصلت لحوالي 95%. إجابتك يا عبلة؟ أسبانيا؟ إنجلترا؟ لا، مش إسبانيا طبعا. إنجلترا طبعا. كنت عايز أقولك بس. عبلة، إجابة خاطئة. جامعة بيرمنغهام في إنجلترا. أول سؤال ما يتجاوبش. السؤال اللي جاي رياضة، والسؤال هو: ما هو النادي الحاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2003-2004؟ داود، إجابتك. ريال مدريد. ريال مدريد كسبت 2001-2002. إجابة خاطئة. 2003-2004 دندرة في إجابة؟ أمين؟ هي تخمينة. تخمينة لازم تبقى صعبة جدا. برشلونة. لا خالص. 2005-2006 برشلونة. إجابة خاطئة. هرجع لك يا عبد الرحمن. مين؟ 2003-2004 كان بورتو. خسارة. بورتو كسب موناكو في النهائي 3-0. كان مين مدرب؟ كان جوزيه مورينيو مدرب بورتو. يا داود، يا داود، أنا بقى الحاجات دي بزعل عليها جدا. ليه؟ لأن الإجابة موجودة عنده كاملة. هي مش فكرة إن إحنا نخطف البازر، لأ، ما عنديش الإجابة، ما دس على البازر، فإدوا لنفسكوا فرصة. تاني سؤال يضيع وعندكم الإجابة. السؤال اللي جاي تكنولوجيا، والسؤال هو: حصل العالم أسامة إسماعيل على أعلى وسام من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية عام 2023، فما هي جنسيته؟ محمد عادل. مصري. مصري؟ إن شاء الله. ميدو، إجابة صحيحة. الدورة 35 من الأولمبياد واللي أقيمت في المجر ليه دوره في نشر تعلم البرمجة في المنطقة العربية وإفريقيا. أحد مؤسسي الأولمبياد المصري والعربي في المعلوماتية. برافو عليك يا ميدو، 70 دندرة، أبو سمبل 60. قدرات ذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية: 17+15=9 -75 يساوي كام؟ ياه، إجابتك. 85. إجابة خاطئة. 17+15=9 -75 يساوي كام؟ برهان. 143. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة 77. هارد لك يا نورهان، عاش أحسن. النتيجة في نهاية الفقرة: دندرة 70، أبو سمبل 60.